صاحب العربية بيقول العربية اللانسر دي أسرع من الام جي 5 من الثبات. عايزين نجرب التجربة دي النهاردة. معانا اللانسر الـ 1600 الستوك أم ناقل الحركة سي بي تي. تعال نشوف إيه حكاية العربية، يلا بينا. بالنسبة لتمن العربية بتراوح من 300 ل 400 ألف حسب الحالة، دي 2006. مواصفة العربية، العربية طولها 4 متر 495 بالظبط، قاعة عجلات 2 متر و6 من 10. الموتور هنا ال 1600 سي سي التنفس الطبيعي اللي وصل لنقل الحركة السي بي تي، بيولد مفروض 97 حصان و 150 نيوتن متر. وزن العربية طن 240. التعليق الأمامي بتاعها ماكفيرسون والخلفي كمان هنا منفصل. مش اول لانسر تيجي على القناه، بس دي لانسر مفروض ستوك، كلنا عارفين شكلها كويس جدا، ودي بيسموها بومه. مش عارف ليه انا بحب شكل العربيه دي والفوانيس اللي راجعه لورا قوي، وزي ما انتم شايفين صاحب العربيه رشيشها كلها وحاله الدهان حلوه واللون حلو كمان في العربيه. تعال افتح لكم الموتور. ليه عايز اقول لكم الموتور شويه؟ لانه في شويه تناقضات. صاحب العربيه بيقول ان العربيه دي، استنى يا جماعه الاقي الشداد، ايوه، بيقول انها 122 حصان، ده اللي قراه في الكتالوج. انا كل اللي لقيته انها 97 حصان، 98 بي اس او 97 حصان بالظبط. الموتور هنا يعني ارقام كتير، هو بيقول 122 حصان، انا ما لقيتش 122 حصان، كل اللي لقيته للموتور ده بالذات 97 حصان و150 نيوتن متر. بس العربيه وزنها خفيف والسي بي تي كويس في العربيه دي. من الجنب كلنا عارفين العربيه كويس جدا، تعالوا نشوف الكاوتش وحالته في العربيه دي ومقاسه كمان. والارض نار برضو يا جماعه، اتلسعت من الارض، ركبتي هتولع. استنوا، كل ده مش لاقي المقاس، يا دي الخيبه. اهو 195 60 15 بوصه، وهو دهن الجنط اسود، وورا هنا درام طبله الفرامل. اتفرج على العربيه من الظهر، كلنا عارفينها كويس جدا بالانوار، بحب شكل الانوار دي جدا. وشنطه العربيه هنا افتحها لكم، 510 لتر، شنطة كبيرة جدا. نفتح الشنطة كعادة كل العربيات الياباني، اتفرجوا على الشنطة فيها شوية حاجات، بس شنطة كبيرة جدا 510 لتر. قاعدة العجلات في العربية 2.6 من 10، حتى الحزام نار يا جماعة، احنا بنصور في حاجة 40 درجة بس، لا المساحة مترجمة لي ضيق جدا، وارتفاع الراس يعني ممكن تخبط ضيقه شويه، بس عندي مسند في كاب هولدرز بقى من هنا، وطبعا يكون عندي طفايه من هنا، ده الفتره دي دايما، وعندي نفق مش صغير، بس لا المساحه كلها على بعض لا ضيقه. وانا طلعت الكرسي ده شويه كنت حاسه راجع قوي، هو بنفس سوى ده اللي هو في وضع قيادتي، فلا ضيقه شويه. ومن جوه دي كلها سوفت، والتابلو ده احنا عارفينه كويس قوي، اللي هو حته واحده كده كله منساب قوي يعني. وبرده كل حاجه اصليه ما عدا طبعا الكاسيت والتكييف بتاع العربيه، وده كمان يبدو اصلي في العربيه. ومن هنا عندي مكان تخزين لكوينز، وطبعا ولاعه وناقل الحركه السي في تي. من هنا اتنين كاب هولدر صغيرين شويه، مكان لكوينز اكتر، مكان تخزين هنا. نيجي هنا نلاقي درج التابلو صغير شويه، ومن هنا عندي فتحه سقف مش هنجرؤ نفتحها النهارده، وبتشتغل وكهرباء كله. وهنا عندي مراية، استنوا نرجع الحتة كليبسة بتاعت المايك بتاعت البلوتوث اللي راكب في العربية بس كده. تعالوا نجربها ونشوف هل هي فعلا أسرع من الام جي. الام جي 5 كانت عملت 100 أسرعهم في 11 ثانية، تعالوا نشوف. تعالوا نجرب اللانسر البومة الستوك. اوكي، عمري برضو ما بستوعب ليه اسمها بومة. انا مولع التكييف على عالي يا جماعة، فاللي انتوا سامعينه ده صوت مروحة التكييف، لان زي ما قلت لكم درجة الحرارة عالية جدا. ناقل الحركة في مود اسمها دي اس، فدي اعتقد المود الرياضية اللي ممكن تدي الاداء شوية، ولكن التعليق بتاع العربية دي منفصل فالخلفي، لكن الفرامل درام الخلفية يعني ما قدروش يعملوا كل حاجة. ساعات ممكن الناس بتعملها ابجريدز بتغير الفرامل ورا، بتحط فرامل ديسكات اللي احنا بنسميها سكاكين. نجرب الفرامل، فرامل مش احلى حاجه. اعطاها في المود اللي اسمها اس، رفع عدد لفات الموتور اكتر، فممكن تبقى رياضيه اكتر. عربيه وزنها خفيف جدا،
طن 240 ومعاك 72 طن 312 ونص مثلا بس بحب انا بحب العربيات الخفيفه دايما سوقتها لذيذه وكمان منفصل التعليق من ورا والكاوتش صغير مش مؤلم ولا حاجه. طبعا صوت الموتور عالي قوي بالسي في تي بالذات ان انا حاطه في المود دي ما بينزلش عدد اللفات قوي فنريحه شويه راح نزل عدد اللفات على طول فدي مود مشدوده اكتر على السي في تي يمكن لو عملت اقل من 11 ثانيه بيبقى رقم كويس قوي باعتبار العربيه 2006 يعني 18 سنه. والعربيه دي يعني طبعا ما كانش في اس بي في العربيه دي ما عنديش غير اير باج هنا وعندي اير باج هنا بس ما كانش في ثبات الكتروني ما كانش منتشر لسه ولكن عشان مالتي لينك ورا وارتفاعها العام كله مش عالي قوي عن بعضه فثابته مش بطال يعني. والتكييف التكييف بيسقع كويس بس صوت المروحه عالي شويه والايدل حساس الايدل في حاجه يعني مش تمام قوي دي واحده من الحاجات اللي بتحصل كتير في العربيه دي. بس لما تفكروا فيها برضو وادينا مكملين في سلسله العربيات الاقتصاديه ممكن تلاقي منها حالات كويسه مش بطاله 300,000 350 تلاقي حاله كويسه. وتكيفها كويس قوي دلوقتي لما اتحركنا بيها ودرجه الحراره النهارده يا جماعه فعلا يعني 40 حر جدا 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 تكيفها كويس جدا ممكن اوطيه كمان اخليه على مروحه 3 عشان ما ياثرش قوي. عزل الصوت لا مش كويس طبعا سامع اصوات هواء وسامع شويه من هنا بس برضو عربيه عندها 18 سنه. هو السي بي تي بيشحر من فوق فانا مش عارف ايه حكايه ال 112 حصان. صاحب العربيه بيقول لي ان هو قرا في الكتالوج 122 حصان لا ما صدقش كل الارقام لقيتها بقول لكم هي 98 بي اس اللي هم 97 حصان بس العزم مش قليل مش بطال 150 نيوتن متر وعربيه وزنها خفيف اقل من 11 ثانيه يبقى رقم كويس قوي بالنسبه لها كمان. بس هي طبعا اخف من الام جي 5 الام جي 5 اللي لما تكون نازله باوبشنز وكراسي ومش عارف ايه بتبقى اتقل بس هي المفروض فيها هورس باور اكتر بس العزم تقريبا هو انا مش فاكر الام جي 5 كانت 150 155 حاجه كده بس حلوه في الملفات العربيه دي بحب دايما العربيات الصغيره الذ قوي في السواقه يا جماعه. الايام دي معايا عربيه كبيره بجربها اس يو في كبير بعاني منهم قوي بحب العربيات الاصغر. طبعا لو قفلت التكييف هيحسن الاداء لان التكييف كابس على نفس العربيه شويه كاتمها بوضوح كمان بس اوفرول حاله العربيه دي كويسه. اوكي يمكن بقول لكم دي واحده من العربيات اللي تنفع تبقى عربيه كويسه لو بتفكر في عربيه مستعمله سعرها مش بطال او مش العربيه دي بعينها يعني العربيات اللي في الفئه السعريه دي ممكن تلاقي حاجات كويسه زي دي بالذات التعليق بتاعها منفصل من ورا فدي حاجه حلوه قوي تخلي راحه الكنبه الخلفيه مريحه بس عيبها ايه الكنبه الخلفيه ضيقه يعني كانوا قللوا من مساحه الشنطه وادوا اكتر للكنبه الخلفيه كانت بقت اظرف. شاشه هنا تركب للعربيه دي في ناس كتير قوي بتركب في الكونسول ده شاشه تفرق قوي يعني تخليها احدث ولذيذه. شوف حته دي اس كده خبر ابيض صوت الموتور عالي قوي بس ده طبيعي لانه بيعلق النقله تعليقها مريح كمان 15ات كاوتش لذيذ قوي. شوف كده الاداء واطفي التكييف بقى عشان اريحها وانشيط انا مش مهم المهم العربيه نشوف الاداء. اوكي متهيألي كده قرب اخرها 170 يعني لو رفعت رجلي بس لسه ثابته على الفكره لا فيها اكتر كمان بس انا اسف لازم اولع التكييف لانه كده انصهار. نجرب التسارع تفتكروا فعلا اقل من 11 ثانيه العربيه وزنها خفيف وباين تعال نجرب.
تعالوا نجرب التسارع. كنت عملت تجربة أول مرة على S، كانت أوحش قوي. تلتاشر ثانية، مبالغة شوية، أنا أسرع من الام جي. ازيك يا يوسف؟ اهلا، ازيك؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله. انا جربت التسارع، لا طلعتش يعني وكتمت في الاول معايا، وحطيتها في اس كمان وكتمت في الطلع اكتر، فانا كنت متلخبط وانا بجربها على الطريق. الاس كان فارق مع النقلات ومعليها اكتر وتستجيب اكتر. فانت عربيتك انت بقى تسايسها براحتك، انت جاهز للانطلاق بس لم تقفل التكييف للاسف. ماشي، انطلق، واقفل ازازك برضو والطلعه واحده بقى هنشوف. عربيته اكيد عارفها احسن. تعالوا نشوف الأرقام. أوكي، آخر تجربة أقول لكم يوسف عمل بيها كام. يوسف 13.93، أنا عملت التجربة اللي قبلها كانت 14.12، وأحسن تجربة أنا عملتها كانت 13 ثانية بالظبط. فلا، مش أسرع من الـ MG5، بس الميزة في العربية دي إيه؟ انها سعرها مش غالي، تكيفها كويس، صيانتها برضو مش غالية، وكل الحاجة اللي في العربية دي يعني اقتصادية لحد كبير. فبرضو ممكن تلاقوا عربيات في الرينج من 300-400 وحالتها كويسة وتنفع. كل محتاجة ايه؟ شاشة. ادينا كده بنكمل في سلسلة العربيات الاقتصادية. لو عجبكم الكلام ده اعملوا لايك وسبسكرايب، ونتقابل في العرض القادم. سلام.